ناس كتير حتى على الهجمه اللي قدام حضراتكم، وليد ازارو كان هو ما جابهاش. احنا بنتصيد اي كلام يا جماعه، اللي بيروح الاستاد يشوف جماهير النادي الاهلي وهو بيسخن بتسانده وعماله تشجعه، لان حاسين مش عايزين يكرروا اللي حصل مع فلافيو وتحطه تحت ضغط ويبتدي يظهر لك بعد سنه. فدي هجمه اسمها ده انكار الذات في كره القدم. فاكرين هدف عماد متعب مع حسام غالي ومؤمن زكريا؟ فاكرين الهدف ده انكار الذات ومش مهم مين يجيب الهدف، واصرار اللي زميلك النجم الكبير عماد متعب يجيب الهدف، وقدرت اللي تخلي زميلك يجيب الهدف. ده كلام محترم، وده الكلام اللي احنا بنبص الكوره في رجل صلاح جمعه. الراجل لاعب عنده حساسيه غير طبيعيه في اللمسه، واحد من اللعيبه المتميزه المتالقه. خليني لعيبه كتير في المباراه ظهرت بشكل كويس، سعد سمير ورامي ربيعه، مؤمن زكريا، محمد نجيب الراجل قوي اللي بيجي من بره العب راجل راجل، ده حاجه. محمد نجيب ده يتحط كده في تاريخ النادي الاهلي زيه زي النجوم الكبيره، الاخلاص والجدعنه، ويبقى قاعد انزل العب الراجل كانه خلاص قاعد مركز. نوعيه اللعيبه دي الناس بتحبها، لكن للاسف عالميا مش ما بنتكلمش عن ده.